أهلا بكم من جديد. شهدت جبهات القتال في محافظة تعز معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وذلك قبل أسبوع على محادثات تعقد في جنيف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بالتوازي مع وقف لإطلاق النار. أعلن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عن خطة للدعوة إلى وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام في اليمن بدءا من 15 ديسمبر الجاري. وقال الرئيس هادي أن وقف إطلاق النار المقترح سيسير بالتوازي مع محادثات السلام ويجدد تلقائيا إذا تم الالتزام به. هذا الإعلان جاء في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخبرها فيها أنه طلب من التحالف الذي تقوده السعودية وقف إطلاق النار لمدة أسبوع خلال محادثات جنيف. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعلن أن المحادثات ستبدأ منتصف الشهر الجاري، داعيا الأطراف كافة إلى احترام هدنة إنسانية تبدأ مع انطلاق المحادثات. من جانبه أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله عودة وفد الحركة من مسقط إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: سنتوجه اليوم إلى صنعاء ثم سيتوجه الوفد المفاوض إلى جنيف، مشيرا إلى تطلع الحركة لتوفر الأجواء والظروف المساعدة على تثبيت حالة وقف إطلاق النار المتفق بشأنها مع الأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية في حوار يمني بعيدا عن التدخلات الخارجية. ميدانيا قتل وأصيب العشرات في مواجهة بين القوات الموالية للرئيس هادي من جهة وقوات من الجيش وأنصار الله واللجان الشعبية في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز، وتزامن ذلك مع قصف للتحالف الذي تقوده السعودية استهدف تعز ومأرب، حيث شنت طائرات التحالف عدة غارات على مواقع بالمنطقة، كما تم استهداف مناطق بصنعاء والجوف ولحج ومواقع أخرى بمدينة الحزم.